استعد استريح استعد استريح او استعد واستريح او استعد واستريح استعد واستريح واستعد واستريح ابنائي ابناء راشد الافاضل صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. في هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أقول لكم خبرا مفرحا. أنا رشحت نفسي عمدة بحول الله وقدرته عمدة لحارة القواطي. واستعد واستريح واستعد. بهذه المناسبة يا شباب يا أبنائي لازم تعرفون دور العمدة. دور العمدة اللي هو يعرف كل شيء في الحارة، كل صغيرة وكبيرة يعرفها. أنا أبيك تروح يا صنديل بيت أبو ناصر تقول له الله لا يبيض وجهك، عندك عشاء البارح ولا عزمت أبوي؟ هين سجل عندي كل العزايم اللي في الحارة مسجلة. وانت تظنفر تروح بقالة، تعرف بقالة البكستاني اللي باخر الشارع ذيك، شايف في سكان جدد جو، قل لهم ابوي العمدة يسلم عليك، يقول تعالوا عشان نجلس جلسة وتعارف ونشوف ونعرفهم. ولولا سكان جدد الله يكرم ما نعرف وش وضعهم، يعني سيئين كويسين. ها انت يا مقدام، انا غلطان اللي سميتك مقدام، مفروض اسميك ريوس. طالع على خوالك. الحمد لله اني طالع على خوالك. اطلع زي ذا، شف شف صنديد الذيب، شف عين الذيب الذكاء بدري عليه احد يضحك عليه. هذا والله ما عنده سالفه. اقول لا يكثر، رح 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 بيت فيصل في اخر الشارع اللي عنده محطه، خليهم يطفون الدينمو. ايش دخلنا بفيصل؟ المياه ثروه معدنيه ما تدري، ثروة وطنية دائما يجيبونها في الاخبار. قصدوا لا تصرفون مويه. هذا مشغل الدين له ثلاث ايام. انت جاي ساهر ساهر طول الليل. انا النظام انا نظام مواصل. نظام ساهر دائما ممكن يرقد، انا ما ارقد، مواصل 24 ساعة. عموما لا اكثر. ابى اقول واحد اثنين ثلاثة بعدين تنتشرون. استعد واستريح واستعد واستريح. واحد اثنين ثلاثة انتشروا انتشروا. يبا يبا تعالي بدر، حياك الله، انا هنا في المطبخ، تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يا بدر. صبحك الله بالخير يبا. صبحك الله بالنور. وينك يا وليدي؟ تأخرت على الدوام، تأخرت على المكتب. الساعة 8:30 الحين. سمع يا بابا. أبشر. أبشر الحمد لله اليومين الشغل كويس، خصوصا أن أبو ثامر وعبد الرحمن مقصرين مع العمال. جايتنا صفقة اليومين من شركة أدوية، الطلبية فيها قوية، راح يكون لها دخل مادي قوي ان شاء الله. اسمع يا بدر يا ولدي، انت تدري انا ايش كثر تعبت في هذا المصنع لغايه ما وقف على رجوله. انا ما ابغى يجي يوم وينهار كل شيء. يبا تراني ما قصرت، اشتغل بكل طاقتي عشان اسوي الشغل زي ما تبغى. ادري انك ما قصرت ولا قصدت هذا الشيء، بس يا بدر يا ولدي انا ما طلعت من الدنيا هذه الا بهالمصنع وفيك. انا ابيك توقف في المكان اللي انا وقفت فيه، ابيك تاخذ المصنع وتسوي شركه ضخمه. ابشر يا يبا، انت ثق فيني بس وكل امرك الله. ونعم بالله يا وليدي. بدر اشوفك ما تاكل يا وليدي، عسل ماشر.
لا لا يبا كل خير إن شاء الله كل خير. رجعت الكوابيس ثانية بدر صحيح؟ للأسف يبا رجعت الكوابيس. مدة ما رحت للدكتور فواز صحيح؟ بالعكس يا يبا أنا صار لي أسبوع كل يوم أروح له بعد العشاء. طيب والنتيجة؟ ما صار شيء جديد كل يوم نفس الشيء جلسات مهدئات تسجيل ولا في شيء تغير. الله يكتب شفاك يا وليدي الله يكتب شفاك. لحد متى يا يبا؟ لحد متى؟ أنا تعبت من الحالة كل يوم أشوف كوابيس عقارب قطط أجي السلام. إيش فيك يا وليدي يا بدر؟ أهدى الله يهديك يا بدر أهدى تحمل بس لين تروح صدمة وفاة أمك الله يرحمها. يبا الوالدة صار لها سنة متوفية وأنا باقي على هالحالة يعني شلون؟ بحبك كده على طول. أجل اسمع يا بدر ما في إلا حل واحد أنت لازم تتزوج. أتزوج؟ لا أتزوج وترك يبا. تتركني؟ من قال أنت تتركني؟ أنت تتزوج يا بدر وتجيب زوجتك تعيش معانا في البيت البيت كبير ما في إلا أنا وأنت. يبا تكفى أجل الكلام في هالموضوع. شوف يا بدر أنت ما ممكن تعيش حياتك كلها علشان يبا أنت تدري أني ما لي أحد غيرك في هالدنيا خصوصا بعد ما توفيت الوالدة ولا بي أحد غيري يهتم فيك ولا ينكد عليك بهالبيت. أدري يا يبا أن ودك تفرح فيني تشوفني متزوج لكن أنا ما بيها الموضوع الحين. أنا تأخرت على الدوام خليك الحين مع السلامة. الله يحفظك بدر. سامي يبا لا تنسى تمر على الدكتور فواز اليوم. أبشر يبا أبو مرة اليوم بعد العشاء إن شاء الله مع السلامة. بدر بدر مع الخير. خير راحت وش تبي يا اخو؟ الواحد يقول صباح الخير صباح النور صباح الفول وش ذا استقبال الحافل؟ صبحك الله بالخير يا راشد. خير وش تبي؟ تبي تنصب عليه ولا شلون يا اخوي؟ لا تصدق الاشاعات ترانا خلاص تايب حركات النصب اول الحين انا نصاب معتزل. انا فاتح مكتب عقار انا اخوي نبيع فلل وكذا شركه في موضوع بيع فلل وكذا وربي ان شاء الله مغنينا عن النصب والحركات دي. انا الحين مرشح عمده حارتنا ذي العمده مرشح بنسبه 99% ان شاء الله. ايه بطلت نصب والحين شغال لقافه والدفتر معك ما شاء الله كل من راح وجاء تسجل عليه. يا اخي هذه طرق حديثه للعمده طرق الحين العمده ذا حقنا شخري قاعد لي مكتب الشرطه يوقع الناس ما يدري منه ذا ساكن في الحاره بس على عقود مكتب عقار. لازم العمده المثالي يشوف ويعرف كل واحد في الحاره مواليد من اللي دخل من اللي طلع سكان برا ناس انقلوا كل شيء المعلومات هذه لازم تكون يعرفها صح ولا لا؟ ايه هذه حركات العمده ايش تبيك انت؟ راشد خير وش تبي؟ تراك عطلتني على المكتب. انا شفتك البارح الساعه
الساعة 12:30 مكتوب هنا الساعة 12:30 سلم عليك يا بدر يا بدر يا بدر ما ترد علي ايش فيك راشد انا نايم امس بعد العشاء وش اللي 12:30 اسمع اسمع انا ما وديتك مرة للطبيب وفحص نظرك هي صح طيب ليش ما قصت نظارة يا اخوان دفعت لي حق الفحص ما دفعت لي حق قصة النظارات راشد